وينضم إلينا من عمان محلل أول أسواق مالية في إكويتي جروب الأستاذ سركيس نزار. عفوا أهلا وسهلا بك معنا أستاذ سركيس. بداية، هنالك تراجع ملحوظ في عوائد السندات لمختلف الأجيال، تحديدا لمختلف يعني لأجيال 10 سنوات. كيف يعني تؤثر تراجع عوائد السندات على أداء السلع وأداء العملات تحديدا؟ نهاركم سعيد. بالفعل تراجعت عوائد السندات الأمريكية وتحديدا عوائد سندات 10 سنوات بشكل طفيف، لكن بشكل عام لو نظرنا إلى الاتجاهات الإجمالية لعوائد السندات سوف نجدها بأنها ارتفعت بشكل ملموس من مستويات حول 1.5% إلى مستويات أعلى من 3%. فحتى مع التراجع الذي تشهده عوائد السندات الأمريكية في الوقت الراهن إلا أنها ما زالت مرتفعة. أدخل الدولار الأمريكي في مرحلة من التذبذب ما بين انخفاض وارتفاع ضمن نطاقات محدودة، جاء ذلك مع الانخفاض في عوائد السندات. إن الانخفاض في عوائد السندات سببه الرئيسي هو توجه العديد من البنوك المركزية لرفع الفائدة مثلها مثل الفدرال الأمريكي، ورغم أن الفدرال الأمريكي من المرجح أن يستمر في سياسات رفع الفائدة بشكل أكثر حدة وأسرع من البنوك المركزية، لكن توجه بنوك مركزية والتي كان آخرها اليوم الاحتياطي الأسترالي الذي رفع الفائدة 50 نقطة أساس لمجابهة التضخم سبب في تقلص في فروقات عوائد السندات بين الولايات المتحدة وعديد من الدول الأخرى، مما تسبب في تراجع العوائد السندات الأمريكية. لكن بشكل عام يبقى الدولار قوي. بشكل عام عوائد السندات الأمريكية ما تزال مرتفعة رغم تراجعها الطفيف، خصوصا ونحن بانتظار يوم غد الأربعاء محضر اجتماع الاحتياط الفدرالي الأمريكي، والذي قد يبحث المتداولون عنه عن أي إشارة نحو توجهات الفدرالي الأمريكي في اجتماعه المقبل لاحقا. نعم. هذا الشهر. نعم سركيس، يعني فيما يتعلق بالتوقعات لنتائج اجتماع الفدرالي الأمريكي، إذن في ظل البيانات الاقتصادية نوعا ما والتي يركز عليها الفدرالي الأمريكي فيما يتعلق بأسعار الفائدة، هنالك بعض يعني الأخبار يتم تناولها حول تباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة. الحديث كان عن 75 نقطة أساس، الآن في الأسواق حوالي 50 نقطة أساس. هذا التذبذب في التوقعات كيف يؤثر على أسعار الدولار، وهل فعلا هنالك وتيرة من التراجعات في ظل هذه التوقعات؟ بالفعل آخر بيانات اقتصادية صدرت من الولايات المتحدة أثبتت وبشكل واضح تراجع وتيرة النمو في أكبر اقتصاد في العالم. التراجع في وتيرة النمو قد يجعل الفدرالي يعيد التفكير في مقدار رفع الفائدة، 50 نقطة أساس أو 75 نقطة أساس في الشهر الجاري ما تزال متاحة، لكن الحديث الآن يكثر عن الرفعات اللاحقة في أسعار الفائدة والتي قد تبدأ شهر سبتمبر المقبل. حاليا الأسواق المالية تتوقع بأن البيانات الاقتصادية لو استمرت بإثبات تراجع النمو الاقتصادي ربما سيبطئ الفدرالي الأمريكي رفعه بالفائدة، لكن لن يوقف رفعه بالفائدة. لا يجب أن ننسى بأن التضخم بحسب مؤشر أسعار المستهلكين عند أعلى مستويات منذ أكثر من 40 عاما عند 8.6%، لكن مؤشر التضخم الذي يراقبه الفدرالي ويسمى كور بي سي اي انخفض من 4.9 إلى 4.7 بحسب آخر البيانات والمعطيات المتاحة رسميا، وبذلك أصبحت الأسواق الآن تتوقع أن يبطئ الفدرالي من رفع الفائدة نوعا ما، لكن ألا يوقف رفع الفائدة لأن معدلات التضخم ما تزال مرتفعة. نعم، أيضا يعني بالحديث عن معدلات التضخم نذهب إلى المنطقة الأوروبية وتحديدا اليورو، إذا يعاني من معدلات تضخم مرتفعة وهناك توقعات بتباطؤ الغاز الروسي إلى المنطقة الأوروبية مما سيرفع من معدلات التضخم المتوقعة. إذا هنالك تخوفات من استمرار تراجع اليورو الذي وصل إلى أقل مستوياته تحديدا منذ 5 سنوات، هل تتوقع إذا الاستمرار نحو المزيد من النزيف لليورو؟ الآن بالنسبة لمعدلات التضخم باليورو ارتفعت بالفعل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق منذ بدء التعامل باليورو إلى 8.6% بسبب ارتفاع التضخم المستورد بحسب المؤشرات الاقتصادية التي أظهرت ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع أسعار العديد من السلع الغذائية. الآن بالنسبة لليورو ورغم ارتفاع التضخم من المتوقع للبنك المركزي الأوروبي أن يرفع الفائدة هذا الشهر لكن بنسبة ضئيلة مقارنة في بنوك مركزية أخرى. من المحتمل أن يرفع المركز الأوروبي الفائدة ب 25 نقطة أساس فقط. هذا الرفع يعتبر متواضع لو قورنا
برفع الفائدة بالاحتياطي الفيدرالي أو حتى بالاحتياطي الأسترالي هذا اليوم وبنك إنجلترا المركزي. لذلك الضغط الهابط على اليورو من المحتمل أن يستمر على المدى المتوسط والطويل، لكن بما أننا حاليا في مرحلة إعادة تسعير للدولار مع انخفاض توقعات رفع أكثر شدة بالفائدة الفيدرالية، هنا قد يدخل اليورو مراحل من التذبذب. لكن بشكل عام أعتقد شخصيا بأن اليورو ما يزال ضمن اتجاهات هابطة أمام الدولار، إلا إذا تغيرت توجهات البنك المركزي الأوروبي أو الاحتياط الفيدرالي بشكل أكثر وضوحا مما هي عليه الآن. نعم سركيس، أيضا هنالك العديد من التساؤلات حول اكتساب الروبل الروسي، هذه القوة يعني، وبعض الوصف له يقال بأنه أقوى عملة خلال تعاملات هذا العام تحديدا. إذا ما هي الأسباب التي تدفع الروبل للمزيد من الارتفاع، وما هي الإجراءات التي من المتوقع أن تتخذها الحكومة الروسية للحد من هذا الارتفاع؟ الروبل الروسي من أحد العملات الأسوأ أداء أمام الدولار، أصبحت من العملات الأفضل أداء وارتفاع أمام الدولار على مدى هذه السنة، والعديد من الظروف التي تسببت بهذا الارتفاع الذي أستطيع بأن أشير بأنه ارتفاع هائل بسعر صرف الروبل أمام الدولار الأمريكي. نحن نتحدث عن قيام البنك المركزي الروسي برفع الفائدة بقوة خلال هذه السنة، مما أبدأ موجة الارتفاع في الروبل. وحتى عندما بدأ البنك المركزي الروسي بخفض الفائدة وبشكل متسارع من مستويات حول 20% إلى 9.5%، لم يستجب الروبل بالانخفاض بل استمر بارتفاعه. هذا الارتفاع سببه قلة المعروض من الروبل، مما يعني بأن الواردات الروسية ما تزال نوعا ما مستمرة، لكن الصادرات بانخفاض، وهذا يتسبب في أن يكون الطلب على الروبل الروسي أكبر بكثير من المعروض. هذه حالة ليست جيدة اقتصاديا، وهذا الذي يتسبب بارتفاع الروبل. ربما تلجأ الحكومة أو البنك المركزي الروسي لاتخاذ إجراءات تحفيزية وضخ سيولة في الاقتصاد من أجل خفض سعر صرف الروبل، لأن ارتفاع سعر الصرف قد يهدد بمزيد من مخاطر التضخم، قد يهدد بانخفاض أكثر شدة بالصادرات. وبالتالي أعتقد بأننا سنسمع خلال الأسابيع المقبلة بإجراءات جديدة من أجل التوجه لخفض سعر صرف الروبل مقابل الدولار الأمريكي. نعم، محلل أول أسواق مالية في إكويتي جروب الأستاذ سركيس نزار، شكرا لك على كل هذه التفاصيل والمعلومات.